وفي هذا الخبر العاجل، أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه، ووصل مجموعها إلى 206,630,905 ريالات. وبعد قيامه أو وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكياته فيها وتزكيتها، والتحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما مكنها من الحصول على مشروعات وصل إجمالي قيمتها إلى 1,298,923 ريال، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة أو متعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشروعات بواسطة أحد أقاربه، وتم إيقافه المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها وتمريرها بدوره للمذكور. كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما المواطن سعيد بن عاطف أحمد سعيد والمواطن جمال بن خالد عبد الله الدبل، وتم إيقافهما بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلى، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات مع إحالتهم للقضاء.